نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادئ الإسلامية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانونا. وأضرب مثلا لمثل هذه القوانين، وهو قانون الزواج والطلاق الذي حدد من تعدد الزوجات. هذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية وهو موقوف. وهناك نية صادقة لتقنين كل القوانين المصرفية منها بالذات. نحن نسعى إلى تكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا، بإذن الله تعالى سيتحدث معكم في وقت لاحق السيد علي الترهوني ليبين لكم أن هناك جملة من القرارات من ضمنها الإعفاء من الفوائد المصرفية لأي قرض اجتماعي أو سكني في حدود 10,000 دينار، وربما مستقبلا ستلغى كل الفوائد المصرفية وفقا للتقنين الإسلامي. هذا الربا هو الذي يمحق الصدقات، وهو الذي يأتي بالأمراض، وهو الذي يخلق الشحناء والبغضاء بين النفوس.